اللهم إنا نعوذ بك من القلوب إذا اسودت، نعوذ بك من قلوب الأعداء إذا اسودت وحسدت، ومن أهل الأغيار إذا قلوبهم فسدت. يا ذا الجلال والإكرام حصنا بالحصن المنيع، وأدخلنا اللهم دوائر الرضا الكامل، واشملنا بعباءات العطف منك، واسترنا في أعراضنا وأولادنا وبنيننا وبناتنا، ولا تحوج لنا يد ولا تفضح لنا عرض يا أرحم الراحمين. اللهم ولا تحوجنا إلى غيرك، ولا تزلنا لسواك، ولا تبتلينا بعلل، ولا تجعلنا من أهل الملد. إلهي لا تبتلينا بالأمراض والأوجاع المستعصية، اصرف الأسواء والأدواء عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قد اخترتنا للإسلام، واستودعت قلوبنا نور الإيمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنتزع هداياك من قلوبنا، ولا تنتزع نور الهداية من قلوبنا، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وبصرنا بالعيب، وأطلعنا على الغيب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ومكن لنا في الأرض تمكين عبادك الصالحين، ومن أرادنا بسوء اجعله عبرة لمن لا يخافك ولا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أيدنا بنصرك، وتولنا بولايتك، وألبسنا عباءة الستر منك، وولنا تاج القبول يا أكرم الأكرمين، واجعلنا في هذه الليالي والأيام من خواص المقبولين عندك، واصرف عنا المقبوحين والمقطوعين بالعناد والكفر والشقاق. اللهم إنا نسألك اللهم يا ربنا أن تضع في قلوبنا نورا من نورك، نرى به وجهك أينما نولي دون اشتباه ولا التباس، ثم اصرف عنا كل ظالم، ثم اصرف عنا كل فاجر، ثم اصرف عنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ أجيالنا، واحفظ بلادنا، واحفظ أولادنا، واحفظ مذاهبنا ومدارسنا وكتبنا وتراثنا يا رب العالمين، من كل زيغ وزائغ وتلوين وملون، ومن كل تدليس وكل مدلس يا أرحم الراحمين. اللهم أشرق علينا نورا من نورك تعفو به عنا، وامنحنا قبولا من قبولك تؤيد به وفي الأرض تمكننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في ليلتنا ويومنا وجمعتنا هذه ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا شوقا إلا أوصلته، ولا مشتاقا إلا أوصلته إلى الرحاب المكية والروضات المدنية بقدرتك الرحمانية يا أرحم الراحمين. ويكفينا شر الأغيار، ويجعل هذه الأيام مستقبل الخير وفواتح البركة على الأمة وعلى بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم أشرق على بلادنا في هذه الأيام نور الرخاء والازدهاء والبركة، وعلى بلادنا وبلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. ولا تحرم مشتاق إلى بيت الله الحرام من زيارة بيت الله الحرام.